بصش ان انا كان نفسي اعمل الدور الفلاني، فاهم قصدي؟ لان انا لو كنت اخترت ما بين كل المسلسلات دي كنت اختار حصان نفس الارض جو على فكره، فاهم قصدي؟ يعني في كل سنه بيبقى ليها تارجت، فانا مش هقدر اتفرج على كل حاجه، لكن اي حد عمل حاجه كويسه يعني ياسر جلال جامد جدا طبعا حقيقي، امير كرارة في كلبش جامد جدا، لكن انا راضي انا بحصان الاسود وارض جو، وانا معاه نجم كبير احمد السقا، مخرج مهم احمد خالد موسى، شركه انتاج متميزه، سيد الصباح نفس الموضوع عند غاده عبد الرازق وسنرجي ومحمد جمعه ومعطي. طب مش هنشوفه في كوميدي مثلا قريب؟ مش عايز اخد كوميدي؟ كوميدي يعني انت شريك مع احمد مكي في الكبير قوي من زمان ده يعني تمام، فانت مش عايز ايه؟ لا اعمل كوميدي كوميدي مش يعني. لا مش منطقتي، ممكن اعمل لايت يعني زي حكايه بنات، ما حكايه بنات ده حاجه خفيفه يعني، من على فكره ده من اكتر الادوار اللي بحبها مازن بتاع حكايه بنات ده، لكن كوميدي لا مش كوميديان يعني. ما ينفعش تجيب ممثل كوميدي يعمل اكشن، صح؟ صح؟ تمام اعمله بطريقته الكوميديه يعني مش اكشن يعني، فاهم؟ بس انا بتكلم على تنوع الشخصيات يعني احمد. تمام، اتنوع في اللي يناسبني، اتنوع في اللي يناسبني، لكن انت عشان تثبت ان انت تعرف تعمل كل حاجه هتيجي في حاجه وتخيش، فاهم؟ فتبقى عارف انت هتعمل ايه، لكن كوميدي يعني انا مثلا مش هعرف اعمل احمد فهمي. احمد فهمي كوميديان، هو بالنسبه لي كوميديان مصر الاول دلوقتي، هينفع اروح اعمل احمد فهمي؟ لا، فاهم قصدي؟ لكن احب اعمل حاجه فيها تهريج مع احمد فهمي، فاهم قصدي؟